مرحبا بكم معي من جديد في قناة الطبخ والبيت مع أفكار. اليوم غادي نشارك معكم اللحم مفور بطريقة صحية وسريعة، وكيجي طايب ولذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله هينال الاعجاب ديالكم، ونخليكم مع طريقة التحضير. انا اول حاجة عندي كمية ديال اللحم، انا هنا اختاريت الكتف، درت هكا طروفة ديال الكتف، وزدت معاهم هكا واحد طليعات بحال هاد الطلوع، ما كيصلحوش للشويان ولكن كيجيو لذادين في التفوار. غادي نستعملهم. وهنا عندي كوكوط درت فيها الماء القدر اللي غادي يكفيني باش نفور هاد اللحم. انا هنا كنفور في الكوكوط، كيجي بصراحة اللحم طايب مزيان وما كياخدش وقت كبير بزاف، 45 دقيقة كاع كأقصى حد ولا ساعة. هنا ضفت واحد شويه ديال البصله، شحال ما نستنى هاد الماء اللي كتفور فيه اللحم شحال ما احسن كيجي اللحم بنين. درت هنا شويه ديال الكمون، شويه ديال قزبر حبوب، وشويه ديال المليحه، وشويه ديال اعشاب منسمه باش هكا اللحم كما سبق قلت لكم يجي بنين. هنا بالنسبه للطريقه ديالي كندير الكسكاسه كما كتشوفوا بالمقلوب، باش هكا الماء ما كيوصلش نهائيا للحم، واللحم كيجي بنين بحال فورنا في الكسكاس وما كياخدش معنا وقت طويل. وكنقدروا نديروا حتى كميه هكا مهمه يعني في الكوكوط. هنا بالنسبه للحم انا شويه درت له مليحه وشويه كمون، شويه قزبر حبوب مطحون، شويه اعشاب منسمه، واللي بغى يزيد له هكا شويه تاع الهريسه الحاره غير واحد شويه ماشي بزاف غير باش يجي هكا اللحم بنين. غادي نحاول هكا ديك العطريه نديرها في كاع الطرف هكا اللي عندي ديال اللحم، وغادي نديرهم في الكسكاس باش يفور. انا غادي نستف هكا الطرفه اللي كيكونوا هكا كيحتاجوا وقت، ولا كيكونوا كطرفة كبارين هكا يعني ملي كنبداو بيهم باش كيطيبو لنا دغيا كما كتشوفوا معايا بحال هكا. انا هنا عندي اللحم باقي هكا متلج، علاش شد لي هكا شويه بلاص، ولكن واخا يعني هكا تكون عندكم كميه كبيره بحال هكا بحال هكا عندكم اللحم مجمد، غير ديروا هكا الغطايه ديال الكوكوط وشالوا عليه النار واحد ربع ساعه ولا هكا كيبدي داك اللحم كيذوب وكيهود، صافي تقدروا تسدوا عليه الكوكوط كما درت انايا. وبحال هكا هاد الطلوع من الاحسن ديرهم هكا في التفوار، كيعطيو البنه للحم، اللحم كيجي بنين، كيهبط داك ليدام ديال دوك الطلوع وكيبنن دوك الطرف هكا كيكونوا كبار. من بعد ما خليت اللحم هكا يطيب غادي نحضر معكم عسل اللي كيجي بصراحه منعش ولذيذ بزاف، احسن من المشروبات الغازيه نرافقوا بها هكا هاد الماكولات في هاد المناسبه ديال عيد الاضحى. هنا هاد العصير ديال البرتقال، وعندنا جزر اللي قطعته هكا طرفه صغيرين وسلقته باقي بالماء ديالو. انا بالنسبه للعصير راه مركز ديال البرتقال مع المركز ديال الحامض تتهليهم الماء كما كتشوفوا معايا بحال هكا، راه سبق لي شاركته معكم في فيديو سابق. غادي نطحن هاد الجزر مع البرتقال ونطلقه ان شاء الله. انا بعد ما طحنت العصير كما كتشوف معايا كيجي منعش بزاف ولذيذ، ديك النسمه ديال الحامض مع برتقال مع جزر كتجي لذيذة بزاف. بالنسبه لهنا غادي نحضر معكم سلطه اللي بارده وكتجي لذيذة بزاف. عندي هنا بصله مقطعه هكا مربعات صغيره، ومطيشه حتى هي مقطعه مربعات صغيره، وفلفله مقطعه بشويه ونقيتها من الزرعه اللي داخل وحيت منها القشور وقطعتها حتى هي مربعات صغيره. غنضيف عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت وشويه ديال الخل، وها هي السلطه ديالنا واجده. وهنا جات قطعت لي كما كتشوفوا معايا بحال هكا، وغادي نقطع حتى الهنديه. الهنديه كنغسلها مزيان بالشتا وكنديرها في الثلاجه
باش هكا في من بغاو ناكلوها تجينا سهله، غير نقشرو وناكلو. هذه هي، وهذا هو الطبق ديالنا من بعد ما طاب. كيجي اللحم طيب مزيان ولذيذ، وهنا رافقتو كما كتشوف معايا بعد السلطه ومليحه وكمون. انا غادي نقطع معكم هكا واحد شويه باش تشوفوا كيفاش كيجي. كيجي طايب. غير جربوا هذه الطريقه وغادي تلاحظوا الفرق. اللحم كيطيب دغيا وكيجي لذيذ بزاف بزاف، لدرجه انكم تقدروا تفضلوا المفور على ديروا المرقه ولا طريقه واحده اخرى. وهنا كما كتشوف معايا خبيز ديال الدار. وهذا هو الغدا ديالنا ديال هذا النهار، سهل وسريع وبسيط وفي نفس الوقت لذيذ بزاف وصحي. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا جيم واشتراك في القناة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.